السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع دوت بيديك التحليل للموقع اللي انت شغالين عليه، وبيقدر يديك المعلومات بحيث ان الستوك هولدر او الناس اللي شغالة في المشروع او مهتمة بالمشروع تقدر انها تخطط وتقدر انها تقدر التكلفة وتقدر انها تصمم وتبني الانفراستراكشر بروجكت، حاجة خاصة للانفراستراكشر. الماب طول ما انت بتحدد المكان اللي انت عايزه يبدأ يديك كل الانفورميشن اللي انت ممكن تحتاجها. مجرد تحدد منطقة هيبدأ يقولك الالكتريك اسي قد ايه، انرجي، السويج، ودي كل الانفورميشن اللي انت ممكن تحتاجها ببساطة شديدة جدا. بتحدد المكان اللي انت عايزه ويبدأ يديك الخريطة بالشكل دوت. مجرد ان انت حددت اوكي يبدأ يعمل لك الاناليسيز لكل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها. هتلاقي جواها اليوتيليتي مابينج، وهتلاقي يوتيليتي داتا تقدر تعمل سيليكت تاخد الداتا اللي انت عايزها من الماب، وتقدر تضيف الداتا اللي انت عايزها، وتقدر تستعين بيها في ان انت تعمل كوردينيشن